هذا سيان تاور. هلا بشوي انا كنت جاي، هلا انا رايح هيك رايح جاي. هيا In 600 meters, take the exit towards Spadina Avenue. Spadina Avenue, هيا. اوكي. لماتي الشارع. Spadina. Take the exit towards Spadina Avenue. ما اخذناها خلصنا. In 600 meters, use any lane to turn left onto Lower Spadina Avenue. Spadina Avenue. Use any lane to turn left. Okay. Use any lane to turn left onto Lower Spadina Avenue. Spadina Avenue. هيدا عم يشحد، لين طلعنا لين طلعينه. هديك المرة في واحد سابع علي، زعلت اخر شيء طلع عم بمثل، دوخني هيداك، كان عامل حاله بطريقة. In 200 meters turn right onto Bremner Boulevard. خاصة هدوليك اللي عدندس. Turn right onto Bremner Boulevard. هاي هي قلب البلد يا جماعة، هيدا القلب بالصيفية، العالم أمم. مع كل هالعالم الموجودة هون، بس ما حدا بيتعاطى مع التاني، ما فيش هالاحتكاك، وبنفس الوقت بتقول معهم حق وبنفس الوقت بتقول غلط، شو بعرفني. هون كمان اللي بيتعرف على العالم وبيصير هيك ما يعني السبب انه العالم تفشل بين بعض عدم المصداقية. فيش مصداقية، تمثيل تمثيل تمثيل. يلا يلا طير. انا لازم روح يمين. يا الله ضليت مكفي، يا الله على الغشمنة. يلا ما بس. Turn right onto Blue Jays Way. كمان من هون. لا اله الا الله. In 100 meters turn right onto Front Street West. Take the next right onto Front Street West. اضرب. هاي شوارع، هاي شوارع، هاي نحن هلا بقلب البلد يعني اللي عم ببرم فيها. هاي طبعا مفيش عجقة، اللي بالعادي يكون العالم والله لو ما كورونا لتشوفوا العالم كبيس وزيتون، فيها ضغط الكورونتا. Yeah baby yeah. In 400 meters you will arrive at your destination. اللي بيسكن بالداون تاون يا جماعة وحابب يشتغل شغل، يعمل يشتري بسكليت، بوصل أكل على البسكليت هون، بيمشي حاله بقلب الداون تاون. اللي معه بسكليت ما بده سيارة، وهون إذا معك سيارة بدك تشتغل دليفري ما بيمشي حالك، بتخسر ما بتربح بسبب التكتات اللي حتاكلها، ما في باركينج.
ما فيش محل تصفيه. يو 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 يو. طب يمين ممنوع روح. معقول؟ هي هي علي. You've arrived. عارف اني بطيخ arrived. يلا بنعمل لنا هيك جولة. أي أحلى بالعرض ولا بالطول الصورة يا ترى؟ يا هيك هون إذا بمشي بشارع واحد يمكن بعمل على المرور وما المرور وكلمات المرور بخلص لكم اياها. بشارع واحد في كل شيء بقلب الدفتر تبع تعليم السواقة الداون تاون. هون حتى اليوتيرن ممنوع. كل سنة مرة حرام تنسوا. راح عم نمر بالشارع. You, هوني انا هيدي اللي على هلا اللي عم تبين على الشمال انا فت صورت لكم اياها بالزمانات. هيدا اليونيون ستيشن. هذا بكون خلص بكونوا خلصوه. شوفوا شوفوا العالم كيف نايمه بالشارع. هدول الهومليس شوفوا. هذا تاني واحد. هدول هومليس وهيدا واحد تالت هذا نايم بالشارع حرام. هذول بيقولوا انه الحكومة بتحط لهم المكان ليسكنوا فيه هن بيرجعوا بيجوا بيناموا بالشارع. يعني كندا عم تحاول تأمنهم بس هن ما بدهم. هذول عايشين على التعاطي. هون تبع الهوكي وما الهوكي هلا بنرجع له. انا ما حضرت ولا لعبة هوكي هون كيف ما خطر على بالي. يلا ان شاء الله بلكي يا رب تتيسر امورنا بلندن اونتاريو. صار عندنا اولاد وتجوزنا هون خلي اولادي يلعبوا هوكي. كل شيء انا حرمت منه بدي اسويه خلي الاولاد كلهم نعوض. انا كمان اليمين مفتوح يا الله محمرني واقف واقف ناطر. يلا ضياع. هيا هيدا روجرز سنتر. هذا هو سيان طوار. شيل التليفون. هي شايفينه؟ هاي انا. هاي كل شيء. هي هيك من هون. هيدا الشارع. هيك هيك اكواريوم السمك. هيدا اكواريوم السمك. كنت حابب اعمل لكم نشرة اخبار يومية بس في رفيقي ما قبل بيخجل طلع. مع انه انا متأكد اذا بده يحكي يعني بيخرب الدنيا. هيدا عنده الله يحميه يعني عنده اسلوب بالحكي فظيع. ما بحاجة لا يعمل مونتاج ولا بحاجة حتى يعيد اللقطات. حلو بلش بيجيب نشرة الأخبار طريقة احترافية بس ما رضي. يوم هذا أكواريوم السمك. أيوة حبيب
بخليني امرق. وهيدا وهيدا الصورة، هيدا شو هون، هيدي الشاشة. شو بعد بدنا نرجيكم؟ بس خلينا نبرم راح شي تاني. صف دقيقة هون شوفوا ال هيدي كندا، كلمة كندا. هذا سيان طوار، من هون مدخل شو اسمه، هذا مكان سياحي يعني، اشهر مكان سياحي. هذا ملعب البيسبول اللي كنت مفكره انه ملعب فوتبول، بس طلعت لفوق على سيان طوار فوق عرفت انه هذا بيسبول. هلا نرجع نبرم. الناس بتيجي بالصف الدقيقة، بس اللي ما بينتبه بصف سيارته وبينزل وبيطنشها بيجي بيلاقي تيكت قد راسه، بده يدفع التيكت اونلاين، لا بوجه راسه هداك ولا حبيبي يا كبير. شكرا. هون هاي البسكليتات، القطار، البنايات. هاي سكوشا بانك، هاي الكلمة الكبيرة. يمكن هيدا تبع سكوشا بانك هو ملعب الهوكي، والله ما عارف، ولا الباسكت بول كمان ما عارف، لأني ما فت عالبن أنا، مرقت من حدهم مليارات المليارات بس ما فتت، كان لازم فوت. بكرة بس ابرم بشوارع لندن كمان، بس روح لهونيك كمان مسير هيك، روح نعملنا شوية فيديوهات. في شاشة كبيرة قدام عيوني، بس هيدا شاشة التليفون ما تبين كل شيء مثل العين، سبحان الله العين بتضل احسن من كاميرا التليفون. شو هيدا؟ هيدا اوكي، هونيك التماثيل هدول بالزمان صورت انا وامي حد منهم. اخ يا راسي صار يجاني.
فرونت خلاص روح هناك ولا روح يمين خلاص روح يمين هات لها روح يمين يمين هيدا هيدا الاوتيل اوكي كفي هيك هذا اللي على اليمين يونيون ستيشن وهون على الشمال اوتيل ابصر شو اسمه زاعي عم نطلع الحفة يا الله عم نطلع الحفة هلا منروح شمال العلامة اللي بالنص الحمراء هيدي للي بده يروح شمال العلامة اللي على اليمين الحمراء هيدي للي بده يروح دغري اليمين مسكر في علامة ممنوع تروح يمين من الساعة كذا للساعة كذا هلا أنا هيك رايح على السيتي هول بلدية كمان أنا مصورة هديك ومنزلة طبعا تورونتو من وجهة نظري أنا لا تقارن بأي مدينة تانية يعني هي أكيد بتربح تورونتو بتربح أي مدينة بدها تنحط تحدي بين تورونتو تورونتو أفخم بكتير هي التوب هي العاصمة الاقتصادية هلا هذا مركز شو اسمه مطرح ما بيعملوا الحفلات والكريسماس والهالوين وال صورة كمان بين الساعة هاي اللي بالنص هيدي الساعة هيدا اللي مرق هلا تبع اللي بيمشي على الكهرباء الباص تبع الكهرباء ستريت باص يمكن كان بكرة أنا بتوقع بس أمشي لكم بلندن أونتاريو يمكن السوق تبعها بيطلع شارع واحد أو ربع شارع بتورونتو حتى مش بتورونتو من ضواحي تورونتو يعني يمكن انا بروما كلها لندن اونتاريو هيدي انا بقول يمكن بالسياره اذا هيك بدي تخيل بدي ساعتين مخلصها كلها انا بقول ان شاء الله بس وصل هنيك تيسر امورنا هنيك انا رايح كمان هيك على الهبلني ما بس لأني انضغطت بتورونتو هيا شوف هيدا المبنى هيا هذه الساعة أنا مروح شمال ها
هيدا كمان الباص هلا عم يمرق. هلا بخلص هيدي برجع بروح على ساحة دندس بعدين بفل على البيت. كون ودعناها لتورونتو الغالي. Thank you Toronto for your support. هاي هون هاي اللي على الشمال هلا. هي هيدي اللي انا كنت بمرق من حد الكلمة هديك اللي نصور حد منها. كل ما امي كانت تقلي انا زهقان بتبلش تعيط جيبها هون ننزل على ايتون تاون سنتر هيدا اللي هون على اليمين كمان انا مصوره هيدا هلا الغنية بس على الصوت يمكن بيلتغى الفيديو من اليوتيوب اذا ببين هالغنية هلا عندي على الفيديو هيدا هيدا دندس على اساس انه على اساس نيويورك يعني نيويورك شارع فيها بيكون فيه الارمات الملونة اكتر من هيدا هيدا بس هيدا المربع اللي فيه الالوان وفيه وهيدا الايتون تاون سنتر هيدا المول وهلا الساحة جايين عليها هون الارمات شايفين هاي اللي فوق هاي الارمات لا يمين ولا شمال يا حبيبي محطوط لا يمين ولا شمال شايفين هي الساحة هي العالم هاي ساحة دندس يونغ دندس سكوير هديك الشاشة ملعلي مش عارف انا اي كاميرا ممكن جيبها ارجي مثل ما عم تشوف عيوني هذا تليفون انا بلشت اكرهه هذا الباص هاي بالساحة واو في بوليس كمان بالنص هذا الباص شايفين هذا الباص يا سلام في بوليس كمان بالشو اسمه بوليس على البسكليتات هيا هذا بوليس على البسكليتات وهنيك بوليس في بوليس على البسكليتات هذا الفيديو شو طويل
خلينا نروح يا ابن ال... خايفاني ما يكون في هذا المول. هذا المول ايتون تاون سنتر. بليلة راس السنة جيت انا مشيت بهذا الشارع، ما في الواحد بده ينزل لهون، بده ينزل بالباص ما يجي بسيارة عشان يقدر يروح ويجي ويتفرج وياخد رياح بالداون تاون. الله كمان هون ما فيش، ممنوع لا يمين ولا شمال. لا خنقونا، كم تروح يمين، انا لازم فوت من هون من هيدا الزاوية اللي على اليمين. هلا انا ماشي بدون جبهة اسهل، لا عشان هيك عم كمان يمين ممنوع شمال ممنوع. فه هلا هيدا هو اللي كان هيديك المرة عامل حاله مكرسح. هيا ليك، وهيدا هو هيدا عم بمثل. والله العظيم هلا هيدا اللي مرة عم بمثل، هيدا هو عم ماشي بطريقة، هيدا ما أشبه شي، هيدا كذاب. طبعا شوارع كتير يا اذا بدنا نقعد نبرم شارع شارع ما بنخلص، انا زهقت طاب بزيادة. كان بدي اروح صورها لهديك بس خلص بلاها، هلا بنروح على الباب عشان بكره بدي فيلم كيف. خلص حوقف الفيديو هون جماعة، انا اذا بدي اقعد برمى هيدي كلها ما مخلص
بدنا وقت اكثر. خلص انا عملت اللي عملته وصورت الشوارع، يعني ما في شيء منه مفيد هذا الفيديو اساسا. انا حسميه شوارع تورونتو. سلام.